ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم على قناه شارع بين الحارات. قبل ما نبدا نقول صلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. زيد النبي صلى عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله كده احنا من محلات الحاج ابراهيم العوام ان شاء الله في شارع بين الحارات. دي واجهه محلات من جوه. اول ما تدخل المحل تلاقي الصور دي موجوده كده بتاع الحاج والحاجه ما شاء الله. ايه طبعا احنا مش اول مره نصور هنا، صورنا كتير والناس حافظه المحل وحافظه كل حاجه في المحل ان شاء الله هنقول لكم عليها. وفي اسعار وخصومات جامده جدا، اتفرجوا على الفيديو لحد الاخر ان شاء الله باذن الله هتستفادوا كتير. ومعانا طبعا استاذ اسماعيل هيقول لنا عن كل الاسعار. الله كده معانا عرض البالون حلو قوي، ومعانا حاجات جايبينها بقى من الاول كده بمقاساتها ما شاء الله. بص بقى انا مش هنقعد نقول زي الناس مش عارف البالون ده بكام ونزلناه لكام. احنا عندنا عرض كامل، احنا بنبيع زيهم بس العدد كامل. احنا بنفتح الكيس نعد قطعه قطعه ونلاقي العدد مظبوط بنستلمه من المصنع، مش مظبوط بنرجعه له تاني. صح كده. فانا دلوقتي اللي يجي يتكلم في اعداد يقول لك ده مش عارف السوق بكام، نقول له عد وتعالى عندنا وعد. اللي العدد ناقص بنسيب له الكيس زي ما هو مننا كده فري، مفيش مشاكل. ماشي معانا كده. احنا بنبيع زيهم نفس اسعارهم بس احنا عددنا كامل، العدد كامل يعني. كل الاكياس اللي بنقول لكم عليها دي العدد كامل. ممكن تلاقي نفس السعر في السوق، ممكن تلاقي اقل كمان. بس اهم حاجه بالنسبه لي انا لما اقول لك ان الكيس فيه 500 زي ما جاي من المستورد من الصين كده. أيوة. يبقى 500. مكتوب عليه 100 يبقى 100. تمام يعني عشان انت بتعدوا البالون. ده تمام حلو قوي ما شاء الله. ماشي. كل البالون معروف ان هو مستورد يعني. مستورد. أيوة. تمام. ده ب 30 جنيه في 500. ده في 30 جنيه ب 30 جنيه في 500. حلو قوي. ده ب 27. 27 وعدده 100. ده اللي هو الوسط. العدد 100 ده عدد وسط والبالون بتاعته منوره. ده الساده طبعا. ده الساده بقى طبعا. عندنا 10 الوان، كل كيس بيبقى لون واحد، عندنا منه 10 الوان تشكيله كده. ده عدد 100 برضه. السعر 65 جنيه. 65 جنيه البالون بتاعته حلو. ده بقى المطبوع الملون اللي هو اكتر واحد مشهور واكتر واحد اللي هو يعني حبيبي وكده. صح. تمام. العدد 100 والسعر 80 جنيه بس. السعر 80 جنيه بس. حلو. العدد مظبوط. في حاجه كده يعني احنا لسه نازله شويه وراجعين. حلو قوي. العدد 50 ده اللي هو البالون الاستيك بس الرز دي بتاع زمان دي. في منه مقاس كبير هيبقى موجود ان شاء الله اليومين الجايين ان شاء الله. تمام. السعر 35 والعدد 50. 35 والعدد 50. حلو قوي. في منه بقى السبع عقله ده اللي هو الكبير السبعه عقله، بتعد كده تلاقي سبعه عقله. السعر 35 جنيه. 35 جنيه عشان بيبقى في منه اصغر. لا ده احنا جايبين الكبير والسعر زيه زي السوق برضه. حلو قوي ما شاء الله. في حاجه زي القنبله دي كده فيها خصم 5 جنيه عشان خاطر القناه. احنا بنبيع ب 90 في العادي. ايوه. عشان خاطر القناه 85. عشان خاطر القناه ب 85. اللي هم لو دخلوا برده عندك على الفيديوهات هيلاقوا اسعار. هيلاقوا اسعار القديمه. ايوه طبعا. ده كمان عاملين حاجه ما يعني بيور بقى يعني فك كده البازل وتركب تلاقيه بيتركب بيتركب ما بيدوبش او ما بيتقطعش. حلو قوي. نجرب واحد نجرب واحد. حلو قوي ده ما شاء الله. حلو. العدد 250 والسعر 70 بدل 75. حلو قوي. بدل 70 75 ب 70 جنيه. حلو جدا. في حاجه دي برده احنا نسيناها احنا في الطريق كده. حلو. ده بسعره 35 بدل 40. ميداليه الكاب دي. والالوان بقى بيور. وطبعا سعر 35 دي بقى قلت في السوق شويه بس 35 برده اسعار. حلو قوي. في حاجه زي العربيه دي كده السعر 50 بدل 55. السعر 50 بدل 55. حلو قوي ما شاء الله. تمام. ممكن نصور بقى معانا بقى طبعا اهو ما شاء الله التوفي اهو. القهوه ده بكام؟ كولا والقهوه والزبده. الزبده. احنا في العادي كده بنبيع ب 55. 55. تمام. احنا بقى لا عشان خاطر القناه هنقول 50 جنيه على طول. 50 جنيه برطمان. شركه السما دي حلوه. حلوه قوي. سما كولا. اعلى حاجه فعلا. وحاجات ثانيه زي كده. سما كولا دي اعلى فعلا. حاجه حلوه قوي. تاريخ امساك صلاحيه. والعدد موجود. العدد فيها قد ايه؟ العدد فيها 170 قطعه. 170 قطعه في البرطمان. طبعا لو اتباعت بنص جنيه مش بجنيه زي ما هم بيبيعوا هتلم 85 جنيه. حلو جدا. يبقى عندنا ب 50 جنيه. حلو قوي. اللبان بقى طبعا ده في قصه كبيره. حلو قوي. حلو قوي اللبان ده. في مكاسب ما شاء الله تبارك الله اللبان ده. في اسعار كتير كمان بقى. طبعا عايز كراتين سعر، عايز قطاعي سعر مختلف عن السوق. في كراتين كميات طبعا وهنصورها لكم برضك في اخر الفيديو. الكارت عامل 20 جنيه بدل 25 جنيه. كارت 25. احنا عندنا ب 20 القطاعي اللي المفروض اللي بيعمل معاك واجب بيدوا لك ب 20. لا احنا بنبيع على طول ب 20. ب 20 واحنا قلنا في منتج اهو مكتوب عليه قطعه من قطعه من المصنع على طول. حلو قوي. ده ب 20 بيلم 50. بيلم 50. الكيس بيبقى فيه كارتين، انت عايز كارت واحد ماشي، عايز كارتين ماشي. يعني حسب ما هو عايز. اللي هو عايز ب 20 جنيه في مكسب 30 جنيه. حلو قوي قوي قوي. تمام. اللي هنا ده بقى في العادي بيتباع ب 43. ده هو ده اللي احنا هي دي. في العادي بيتباع 43. انا في المحل ببيع ب 40.
43 في العادي ببيع ب 40 هي فيها 100 فيها 100 في الكرتونه بقى بكام؟ كام؟ ب 39 39 حلوه قوي فاهم. الجنيه ده مع عدد بيفرق العدد ايوه بيفرق كتير التجار عارفه الناس عارفه ايوه التاجر عارف ده في العادي بيتباع برده 43 43 عندنا 42 42 في الكرتونه بكام؟ اه ب 40 جنيه في الكرتونه ب 40 حلو قوي ده ما تلاقوهوش حلو قوي ما شاء الله سعره حلو جدا ده في العادي بيتباع ب 35 ايوه عندنا في المحل بنبيع ب 30 ب 30 حلو قوي الكرتونه ب 39 الا ربع دي حلوه قوي ما شاء الله عروض حلوه جدا عشان كده بقول لكم هتلاقي الاسعار مختلفه عندي ايوه اسعار المصنع ايوه احنا ولا زيه ولا اقل منه انت ونصيبك بقى على حسب ما تدخل وتشوف ما شاء الله تبارك الله. طبعا احنا هنا لو عايزين برضك نسيب لكم سعر الانستجرام هنسيبه لكم الارقام بتاعتهم. الزبوعه دي الزبوعه دي طبعا دي بيور دي باينه قوي الالوان بتاعتها ايوه الوانها باينه قوي عشان خاطر كان نقول 40 مش 45 40 مش 45 حلو قوي ما شاء الله تبارك الله. الفاره دي المشهوره دي السعر 95 دي 1000 1000 1000 حلو قوي دي طبعا بسد برضك الشفاط حط في الباك الصيني حط في علم محمد صلاح فيها ليها حاجات كتير حاجات كتير قوي. دي كام النبله؟ النبله دي لسه نازله جديده اهي المفروض سعرها 40 احنا بنقول 35 ب 35 فيها 100 حلوه قوي حلوه قوي يعني. اللبان ده ما صورناهوش قبل كده الشكاير بتاعتها بتقل صح كده؟ الشكاير لا ده الشكاير بتنزل كمان احنا قلنا بننزل ممكن ننزل حوالي 7 جنيه في الكيس الواحد لما تاخد الشكاره الشكاره بيبقى 25 كيس انت قلت ولا؟ الشكاره من ده بيبقى 50 50 عشان عدد صغير عشان العدد كل واحده منهم بيبقى ليها عدد حلو 40 33 7 8 ولا ايوه صح حلو قوي. في حاجه زي التعبان الصفاره ده المفروض سعر الكيس يبقى 110 احنا بنبيع ب 100 في 110 في 100 في 100 ب 100 حلو قوي ما شاء الله 100 طول يعني سعر ب 2 جنيه حلو جدا بنلم 100 جنيه قصاده تاني جنيه ثانيه ما شاء الله حلو قوي الله يبارك لك يا اسماعيل. العجله دي طبعا في منها نوعين النوع ده اللي موجود دلوقتي هنقول عشان خاطر القناه 65 جنيه عشان خاطر القناه 65 جنيه بدل 70 جنيه برضه حلوه قوي ما شاء الله. معانا ايه تاني؟ معانا حاجات كتير طبعا اول مره ده ايوه انا شفتها عندكم دي اللي هي السبايدر نفس فكره الساعه اللي فيه كورتين دي اللي هو العيال بيلعبوا كانوا ايوه بتقعد تتحرك هو سبايدر مان حلوه وكام دي؟ السعر 80 وعشان خاطر القناه 75 السعر 80 وعشان خاطر القناه 75 حلو قوي. في الشوال احنا قلنا بقى بننزل 7 جنيه زي ما قلنا كده ما شاء الله تبارك الله حلوه قوي جدا. ومعانا طبعا دي بولتك السيارة فيها كذا شكل صح؟ فيها كذا شكل بكام؟ ب 55 بس 55 بس حلو قوي. هات بقى الحصان والحلاوه المولي دي اللوكس دي اللوكس بقى طبعا الخامه بتاعت الخرزه كريستال كريستال ذات نفسها ايوه بس بنبيع ب 70 وهنقول 65 65 القناة حلوة قوي دي كده بقى احنا شغالين بقينا كتير قوي ب 40 بس طبعا عشان خاطرك هنقول 35 عشان خاطر القناة 35 كتر خيرك تسلم. في عروض كتيرة اتفرجوا بس على الفيديوهات لحد الاخر. كوتشينا الكوتشينا دي بنبيع ب 20 وفيها 36 36 بننزل سعرها ل 18 جنيه 18 جنيه حلو قوي فيها 36 قطعة من 20 ل 18 جنيه. هات الحصان والعروسة خشب بخصوص لسه المولد النبي طبعا كل سنة طيبين ميدالية كده خشب وكل دي خشب هنقول 50 جنيه بس وفيها 100 يعني قطعة نص جنيه بس حلوة قوي فيها 100 بتلم 50 جنيه قصادها تاني حلوة قوي ما شاء الله. هي والحصان صح؟ هما الكيس مشكل النوعين على بعض طبعا احنا قلنا المسطرة طبعا دي المسطرة دي طبعا قلنا بدل 45 40 جنيه 40 جنيه حلوة قوي بس طبعا بتنفع كمان للمدارس طبعا نوسم المدارس حلوة قوي ما شاء الله تبارك الله. صور لي كده المجموعة الالعاب الاثنين اللي برضه اليوجو دي اليوجو دي ب 8 جنيه 8 جنيه فيها 25 قطعة 25 كيس كده زي كده كل كيس فيه خمسة وكل كيس فيه خمس ورقات ما شاء الله. اليوجي ده بنبيع في العادي ب 40 هنقول 38 38 حلو قوي. السلسلة دي سلسلة شعبي الكيس هنقول عشان خاطر القناة طبعا 25 احنا طبعا قايلين في البداية البتاع منزلين خمسات وسبع جنيه ايوه علشان خاطر البتاع ده حلق برضه شعبي ب 25 جنيه 25 في 100 دي حضرنا كام؟ برضه 100 برضه هنقول 25 25 بدل 30 حلوة قوي ما شاء الله تبارك الله. نصور بقى كده المجموعة دي كلها بكام بقى؟ دي 85 جنيه دي كلها ب 85 جنيه الكيلو بتاع ده ما شاء الله بيعدي كتير جدا 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 ما شاء الله. في الكروت الجاهزة اهي برضك
صحيح ان شاء الله تبارك الله. حلو قوي. اللي ده ب 85 برضك اسماعيل؟ 85؟ ده 85 اهو. اي كيلو من قدام حضراتكم ده كده ب 85 جنيه، ده ما شاء الله بيرمي عدد حلو قوي 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 ما شاء الله تبارك الله. حلو جدا ما شاء الله. ده اي كيلو من ده كده، وفانوس نزل اهو ما شاء الله برضك بتاع رمضان. اه كل الناس اللي عايزه تنزل تاخد كل حاجه موجوده ما شاء الله موجوده اهو. 115 كل الاطباق بتاعتها موجوده، كل ده كده ب 115 جنيه ما شاء الله تبارك الله. حلو جدا جدا جدا، وفي شحن جميع المحافظات. دي كراتينا اللي بان طبعا منزلين اسعارها. حلو جدا ما شاء الله تبارك الله. حلو قوي قوي قوي. ايه ده يا عم علي، المحل بتاعك فاضي كده ليه؟ شكل مشروع لعب الاطفال ده فشل يا قرموطي. اتعاملت مع مصنع لعب، واللعب قبل ما باعها كانت كسر نصها يا قرموطي. دي غلطتك يا عم علي، كان لازم تتعامل مع شركة العوام. شركة العوام؟ أيوة شركة العوام، لتصنيع وتجارة لعب الأطفال وجميع لوازم السناكس وألعاب البخت، إدارة إبراهيم العوام. ابسط بقى، هتملى محلك من مجاميعه والمنتجات جودة وكفاءة عالية، وده لأن عندهم فريق عمل محترف وعلى أعلى مستوى، وبيستخدموا أفضل الخامات والأدوات والماكينات اللي تضمن لك اعلى جوده. والمفاجاه بقى ان شركه العوام كانوا اول محل لعب اطفال اتفتح في مصر. طب في شحن ولا هضطر اروح اجيب الحاجات؟ في شحن لجميع المحافظات وجميع الدول العربيه. طب مستني ايه؟ اديني عنوانهم ورقم التواصل معاهم. 79 شارع بين الحارات، متفرع من شارع كلود بيك، من الفجاله رمسيس القاهرة.